ايوه انا قريت عنه ده في الجرانين. بيقول لك العده الواحده بيجي 2000 جنيه والخط بيعدله ال 1500. انا مش فاهم يا زيزو، ما اصحاب الشركه دول مجانين، هيلاقوا زبون فين؟ يا عم زيزو، الناس بتلم بعضيها وتعمل جمعيه ويقبضوا عشان يعرفوا يعيشوا. تقوم تقول لي المحمول بتاعك ده؟ لا 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 انور ما تزعلش مني، دي بقى برمت منك. قول لي ليه؟ ليه؟ صلى على النبي والصلاه والسلام. الصلاه والسلام. النهارده الشعب المصري ده غاوي منظره. يعني الناس اللي انت بتقول بيلموا جمعيه عشان يعرفوا يعيشوا هيبيع هدومه عشان يشتري عده من دول. لا 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 انت باص لبعيد قوي. يا عم زيزو ده هياخد سنين كتير عقبال ما يحصل. انت كده بتخلينا نحط فلوس كتيره في موضوع بقى ملوش ملكه. طيب انا هفهمهالك بطريقه تانية. فاكر التلفزيون الملون اول ما نزل؟ ايه اللي حصل؟ اقول لك انا، الجرايد بقى قعدت تهلل والناس تقول لك طب الابيض واسود ده هيبقى الوان ازاي؟ اهو ده بقى نفس النموذج. التجار اللي خاطروا ونزلوا التلفزيون الملون في الشارع هم اللي كسبوا من المخاطره دي. زي الكوافير الورق، الناس دلوقتي مش عارفه تستغنى عنها، سعرها عالي بس الناس لما بتتعود عليها ما تعرفش تسلاها. او المحمول ده بقى زي الكوافير الورق بالظبط. ايه يا عم انت عايز تقنعني ان انا اشتغل معاك في المحمول ده؟ انا مش هسيب اللاسلكي. لاسلكي ايه يا عم وبتقولها كده بفخر؟ اللاسلكي بتاعك ده هيبقى زي الترابيش كده وهتروح عليه. صدقني يا انور المحمول ده هيكسر الدنيا، وانا عايزك تعض معايا في المصلحه دي. بص يا صاحبي احنا كده ماشيين في سكتين بعاد عن بعض. لا احنا طول عمرنا في سكه واحده يا انور، بس انت اللي مش واخد بالك. ماشي يا عم زيزو، بس انا ماشي ورا وانت سايق على سرعه 100 كيلو. ماشي. خايف عليك يا جدع. طيب انا هسيبك تفكر براحتك، ولما تقتنع بامر الله تيجي معايا في المصلحه. ماشي ماشي. قول لي بقى مشوارك طلع خير وبركه ولا ايه؟ لا الحمد لله 100 تمام. من حق الكلام خدنا. تشرب بقى انور. لا حبيبي انا لسه شارب تمام، انا زي الفل. والنبي انا غريب يا جدع، ده محلك. طيب فخفخين عطيه. انت عطيه مين يا حاج؟ جاي لحضرتك اهو. عندك بضاعة راقدة في المخزن؟ في يا معلم، التلاجة الكبيرة والتلفزيون الجديد. التلفزيون الجديد. اخلص هنحرق. يعني هنحرق؟ نحرق. نحرق ايه يا حاج؟ كل البضاعة اللي راقدة عندك في المخزن تبيعها بسعر الجملة. لا مش بسعر الجملة، بسعر المصنع كمان. يا حاج ما بالهداوة، برضو الحاجة اللي مش جايلها طلب النهاردة بكرة يجيلها يوم. بقول لك يعني. ايه عطية، انا دماغي كهربتها عالية، عايزة سلك ارضي عشان تفضى، مش عايز دوش الدماغ. نحرق يا حاج، بس ولا مؤاخذة يعني هنحرق لمين؟ اهو كده انت بدأت تفهم، ماشي معايا على الخط اهو. شوف يا سيدي، احنا هنبيع بسعر الجملة. لا بسعر الجملة، ايه بالمصنع، وهنبيع لزيزو. زيزو يا حاج؟ زيزو انت يعني يا حاج؟ ايوه عارف يا سيدي، ما بطيقوش ولو شفته في الشارع هخنقه وعمري ما هسلم عليه، بس انا في دماغي حاجة. ولو اني مش فاهمك يا حاج، بس صاحبك قنديل هيسكت؟ ما هو ده اللي انا عايزك فيه، عايزك تلم البضاعه كلها اللي في المخزن وتاخدها في لواري وتطلع بيها على المؤسسه، تطلع بيها على اي سوق موجود في السبتيه، اي حاجه، تحملها على عربيات تانيه وتدخلها شارع عبد العزيز بالعربيات دي على محل زيزو على طول. دي بسيطه يا حاج، بس عايز اقول لك برضو ان زيزو مسافر مش هنا. يا واد طب ما انا عارف، بس انا كمان عرفت بطريقتي انه جاي النهارده. ايوه افضل بصيلي. هتفضل تبصيلي ليه كمان؟ دي فيها خايف على عيالك؟ هاو يا معلم، اللي طلبته كله يكون واصل، بس الكميه قد ايه؟ طيب كل اللي موجود عندك، الباقي مالكش دعوه بيه. ولو ان خساره في المصلحه دي يا حاج، بس الشور شورك اقول ايه يعني. روح يلا. ماشي يا حاج، سلام. يخرب عقلك يا شرشيب، ده انت لعيب قوي يا ده، وحقك هيجي لك لغايه عندك. وإن كان على قنديل هوصل، سككوا مش بعيدة عليا. يخرب عقلك يا شرشيب، ده انت طلعت ايه مية من تحت تب. صدق اللي قال يموت الزمار. يا عم انت دي تالت عربية نازل بضاعة منها، ما تفهمني مين اللي باعت البضاعة دي عشان ما رجعكش تاني بيها. يا باشا ده كل اللي عندي، عد حاجتك وامضيلي بالاستلام عشان اروح اخد رخصة من اللي باعتني. اللي هو مين بقى؟ المعلم زيزو. عارف، امضيلي بقى. اتفضل يا عم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
ايه يا ابن البضاعه اللي سد باب المحل دي؟ اهلا. انت خلاص بقيت معلم وبتنزل بضاعه من ورانا؟ ده انت اللي معلم يا معلم. انت فين يا عم من الصبح تيجي تشوف الحوار الغريب ده؟ خير. بضاعه عماله تنزل لنا ومش عارفين مين اللي بعتها. خير وبركه. وريك كمان ما يكونش خد منك فلوس. لا ما هو فعلا ما خدش فلوس. مصلحه. هو اي مصلحه؟ ده تلات عربيات محملين تلفزيونات على غسالات على ثلاجات، ده المخزن اتملى جوه على الاخر. بس هو ما قالكش مين اللي باعت؟ ها الولد السواق قال لي المعلم زيزو عارف. اكيد هيتصل ويسال خبر النهارده بفلوس. يلا هجيب بقى العيال تفرش البضاعه دي. طب ما تتاخرش. الف حمد لله على السلامه يا كبير شارع عبد العزيز الجديد. مبروك عليك البضاعه. قبل ما نزفك الزفه الكبيره. كله تمام يا سيدي المعلمين. انا شايف قدامي اهو بعناية كمان. اه يا معلم، بس ايه اللي بعد كده يعني؟ هو لحد دلوقتي ساحب بضاعه بشويه وشويات. بنحيي ما فيهاش اي حاجه، الحي ونجامل واحد حبيبنا ولسه فاتح جديد وعلى راسنا من فوق. ايوه معلمي، بس يعني هتقول البضاعة دي من عند مين؟ الله، هو انت عايز ابن البارود يركب علينا واحنا اللي نروح في داهية؟ روح يلا، روح على عطية. تمام يا معلمي. الو الشرشاب يا معلم، عمر الشرشاب. طبعا انا عارف ان انت تفهمها وهي طايرة، والله عرفت انك هتجيبها كده بالجو يا حبيبي. يعني مش عارف اعمل زي ما عمل انديل؟ البضاعة دي يا عم بسعر المصنع، احرق زي ما انت عايز. ايوه انا عايزك تحرق شارع عبد العزيز كله. خلص البضاعة وانا مخزني مليان، هديك بدلها تاني. يا عم انت مالك؟ احنا لا كتبنا عقد ولا خدنا عربون، لكن بعملها من اخوك عمر الشرشاب. اجمد بقى زيزو وخليك حلو، احرق لي شارع عبد العزيز كله. لو ربنا هبيع بنفس الاسعار دي ما تقلقش، بس انا عايز افهم بس الرضا ده كله جايبه منين؟ دي بقى مش هضمها، بس ماشي ماشي يا معلم. هتاخد فلوسك كل يوم اخر النهار. اه 5%. هتسيب لي كمان 5%؟ ماشي، ربنا يكرمك ابو الواجب يا سيد المعلمين. دي الاسعار اللي زيزو بيبيع بيها يا معلم. كل السوق عارف انه بيبيع بخساره، ورجاله السوق مولعين منه. الواد ده ملهوف على قضاه، قاعد يدق مسامير في النعش بتاعه. وقت غبي وتهور، ما تبرش فيه العيش والملح اللي انت عملته فيه يا معلم والخير ده كله. تفتكر يا معلم رجاله السوق هيسيبوه؟ يا ابني انا مش قصدي زيزو، انا قصدي اللي اداله الاسعار دي يبيع بيها. ده بيحرق بضاعه ويخسر مستبيع. تفتكر مين يا معلم اللي اداله البضاعه دي؟ معلم شرشابي. وفي حد هيكون غير الشرشابي؟ الشرشابي ده اغبى واحد موجود في السوق. هتسكت له؟ هسكت له؟ لا طبعا مش هسكت. هنحرق بضاعة زي ما بيحرق، وفي الآخر هحرق له قلبه. طب ومكسبنا يا معلم؟ مكسبنا إن احنا نخلص من الأغبية دي عشان السوق يفوق. أنا من رأيي يا معلم إن احنا نبعد عن الموضوع ده اليومين دول. السوق الموج بتاعه عالي قوي. اسمع اللي هقول لك عليه. كل البضاعة اللي راقدة عندك ابعتها لزيزو، بس من غير أنت ما تظهر في الصورة. اللعب خلاص ابتدى. سيبه يفرد جناحاته زي ما هو عايز، وزي ما بيقولوا بكره تندم يا جميل. قشط عليك يا معلم. طب وبعدين يا رجاله؟ احنا هنسيب الجلع ده كسر فينا ونقف نتفرج عليه؟ اللي ساب غيره زمان يستاهل ان يطلع لنا زيزو والف زيزو. هم يكسروا واحنا نقعد نتفرج عليهم، طالما كل واحد بيدور على مصلحته هو وبس، والباقي ملعون ابوهم. يبقى ما تستنوش غير ان كل يومين يطلع لنا واحد زي زيزو يعمل اكتر من اللي عمله كمان. احنا مش جايين نسمع الكلام ده منك يا معلم. علام شور علينا نعمل ايه؟ انا بقول نجيبه نتكلم معاه ونسمع منه. لو كان غيره سمع زمان كان هو هيسمع دلوقتي.
اللي اتعلم على الايد المتجرمين واللي ذمتهم خربانه. يا حاج خلاص فهمنا وقلنا شور علينا، يا اما تيجي معانا نروح للشرشابي وانديل ونشوف القصه دي هترس على ايه. انا عديت على زيزو في المحل بتاعه وما لقيتوش، ولقيت اخوه عنده تعليمات يبيع لحد ما يخلص البضاعه اللي عنده. مش جايين نقعد ونغني ظلموه، واللي عايز يجي معايا الانديل يتفضل يجي. انا جاي معاك يا حاج عمران. يلا سلام يا عمهم. الواد ده زودها اكبر ابو بس يا جماعه ما ينفعش تكلموا كلكم في واحد، امال نسمع مين؟ انتوا يابانيين؟ ما هي حاجه فور الدم برضو يا حاج انديل. الله بالهداوه يا جدعان، الواد لسه صغير شاب يعني وشايف نفسه ظهر واقع على شروه كده ولا كده، عايز يجر بيها رجلين الزباين اللي محله. ما يقول لنا على مكان الشروه دي ونجيبه ونبيع زيه. لكن واقف الحال اللي هو عامله لنا الواد ده ما يرضيش ربنا. انا حايش نفسي عنه بالعافيه الواد ده يا حاج انديل، لو مسكته هزعله. يا جماعه الواد مش حملكم، سرق السكينه ومحتاج حد يكلمه. ما تكلموه يا اخوانا، الكلام اخده وعطى. كلمنا اخوه ما بيحلش ولا بيربط ونازل بيع بسعر المصنع، وزيزو مختفي ولا سائل فينا. انا بقول نبلغ في الغرفه التجاريه تحقق معاه تشوف بضاعته دي سارقها منين.